أهلا بحضراتكم من جديد في كل مكان. قبل 15 يوم عن الموعد الرسمي المعتاد لحصاد القمح، هيبدأ النهاردة موسم حصاد القمح في المحافظات، وده وفق لضوابط جديدة عملتها الحكومة، وهيتم تحصيل الفلوس للفلاحين خلال 48 ساعة فقط من التوريد. ملف القمح السنة دي طبعا ليه حساسية زيادة بسبب ما يحدث عالميا من أزمات وارتفاع أسعار القمح العالمي نتيجة للأزمة الأوكرانية الروسية، علشان كده تم زيادة سعر أرداب القمح لتحفيز الفلاحين على التوريد. خلينا نعرف إيه هي استعدادات وزارة الزراعة. معانا على التليفون الدكتور محمد يوسف، رئيس الإدارة المركزية للمديريات بوزارة الزراعة. صباح الخير عليك يا دكتور. وفي محافظات بدأت الحصاد، بنتكلم عن الوادي الجديد، جنوب سيناء، الشرقية، هل مسألة بداية الحصاد قبل ميعاده ب 15 يوم، بداية مبكرة، ليه علاقة بحالة الطقس؟ الارتفاع اللي حصل في درجات الحرارة ده ساعدكم على ده، ولا هي فكرة انهم موسم استثنائي، ولا ايه الموضوع؟ أنا الأول صباح الخير أستاذة مها وأستاذ أحمد، وكل سنة وأنتم طيبين، وصباح الخير للشعب المصري العظيم وللتلفزيون المصري. هو في فرق بين الحصاد وبين التوريد. هو الحصاد بيبدأ في بعض المحافظات ممكن من 15/3 و20/3 و25/3 زي الوادي الجديد، لأن دي ظروف صحراء وأرض مساميتها عالية، يعني بيحصل نضج للمحصول مبكر. لكن اللي اختلف السنة دي هو موسم التوريد وليس موسم الحصاد. يعني موسم التوريد كان دايما وزارة التموين مشكورة بتفتح 15/4، احنا النهاردة بدأنا مبكر أسبوعين 1/4، وده كان في صالح المزارع. يعني كنا بنطالب بهذا الطلب من سنين، ان عندنا مثلا مساحه 345 الف فدان في الوادي الجديد فقط بيتم حصادهم من 20/3، وبيستمر حصادهم مثلا لحد 10/4. فكان مضطر المزارع والشركات الاستثماريه في الوادي الجديد والقطاعات اللي بتزرع بالمساحات الضخمه بال 100 الف فدان انها تستنى لحد ما يفتح التوريد. فده طبعا قرار حكيم نشكر عليه الدوله المصريه. لكن احنا عندنا الموسم بيستمر توريد القمح لحد 15/7، فاحنا الحمد لله رب العالمين، يعني عملنا كل المجهودات في وزاره الزراعه بالتنسيق مع وزاره التموين يوم بيوم. نعم. عدينا كشوف يا استاذ احمد واستاذ مها للمزارعين في كل محافظات الجمهوريه الاسم ورقم الحيازه او بدون. طيب حسب باشمهندس محمد، يعني يمكن ده السؤال اللي قالت عليه زميلتي هدير ابو زيد بخصوص الحصاد المبكر، لكن عاوزين نعرف دلوقتي الفلاح هيسلم مين؟ يعني في الماضي كان في وسيط ما بين حضراتكم والفلاح، هل دلوقتي هيكون التسليم مباشره للمحافظه؟ هو التسليم دايما بيبقى مباشرة، بس احنا كوزارة الزراعة جندنا المديريات والجمعيات انها تساعد الفلاح في انها، يعني احنا دلوقتي اللي احنا عايزينه التوريد المباشر، لكن التوريد المباشر ده مش معناه ان انا هديله وسيط، ان انا مثلا هساعده كدولة، هساعده كجمعيات زراعية ان انا اوصل له قمح، ومفيش مشكلة، المهم ان القمح ما ياخدهوش وسيط، يعني يبقى فيه فرق للسعر. هو يتاخد من المزارع سواء عن طريق جمعيات عن طريق الدوله، لكن في الاخر هياخد الفلوس هترجع لايد المزارع، وبعارفين مين اللي ورد، وعاملين كشوف ومسلمينها بصفه الامانه للزملاء في التوميم. الكشوف ده ترجع لنا ثاني ان شاء الله، هنعرف مين اللي ورد وورد قد ايه، ومفروض بالتوريد 12 ارداب للفدان او نصف ارداب للايراد. الناس اللي هتورد الحصه كامله او خاصه المساحات اللي هي الكبيره مثلا زي الشركات الاستثماريه والشركات اللي بتزرع مساحات ضخمه، يعني في الخطه ان شاء الله انهم الموسم القادم في زراعه القمح ان هم ما بياخدوش اسمده مدعمه. الشركات الاستثماريه الضخمه ما بتاخدش، بتغطي احتياجاتها من السوق الحره، من الاسمده الحره. يعني طب يا باشمهندس، عايز اسال حضرتك عن الفلاح باذن الله من الدوله زيها زي المزارع السليم. طيب الفلاح اللي هيورد الكميه المطلوبه منه من القمح هيستلم فلوسه بعد قد ايه؟ 48 ساعه ان شاء الله. ده بينفذ بالفعل يعني؟ ده ان شاء الله بينفذ بالفعل، وان شاء الله ده الموسم الحالي، من هنا للموسم القادم ان شاء الله. احنا عندنا
منظومه اسمها منظومه كارت الفلاح. كارت الفلاح حاليا تحولنا الكارت من كارت قديم لكارت مميكن، من ورق الكارت مميكن. ضفنا ليه الكارت الوطني ميزه. حاليا عندنا يعني حوالي 2 مليون و100 الف كارت تم طباعتهم وبالجاري توزيعهم على المزارعين. الكروت دي هيبقى في عاملين لكل فلاح حساب في البنك، ان شاء الله المواسم القادمه هيورد والفلوس تبقى على الحساب على طول. يعني القصه تبقى مش 48 ساعه، تبقى لحظيه، مجرد ما يجي تاكيد للتوريد هيتم ضخ الفلوس في حسابه. يعني ان شاء الله بنتوقع السنه الجايه واللي بعديها مش هيبقى في 48 ساعه، هيبقى الموضوع خلال ساعات. مجرد ما في اوردر بيجي من مكان التوريد ان فلان ورد قد كده، بتحط له فلوسه في الحساب. يعني هتبقى اسرع من 48 ساعه، ونلغي طابور استلام الفلوس. يبقى عندنا طابور واحد بس للتوريد، واستلام الفلوس هيطلع على البنك على حسابه المربوط بكارت الفلاح، لان كل مواطن عملنا له حساب وعملنا له كارت ميزه. كارت ميزه مدمج مع الكارت الفلاح، يعني كل المعلومات في كارت واحد. نعم. طيب بالنسبة يا باشمهندس للحوافز بقى، هل في حوافز بتقدم للفلاحين؟ وبخصوص السعر أيضا، في حافز يعني بحسب ما تم مع المحافظات الأخرى حافز توريد، هل ده موجود برضو؟ هو يا فندم السعر كان 720 جنيه العام الماضي. نعم. الحكومة زودت السعر 100 جنيه بقى 820 حسب كفاءة المنتج. والكلام ده حصل مبكر، يعني السنة دي حصل مبكر أثناء الزراعة. نعم. فالمساحه زادت بزياده، يعني احنا عندنا السنه اللي فاتت كان 3 مليون 418 الف فدان، السنه دي 3 مليون 659 الف فدان، بزياده تقدر اكثر من 200 الف فدان في هذا الموسم. والاهتمام بالمحصول، لان الارتفاع في السعر 100 جنيه كان في السابق ادى ان يعني فيها 2000 2500 جنيه هتبقى يعني صافي ربح ما كانش معمول حسابه. نعم. فالناس اهتمت بالمساحة واهتمت بزيادة الانتاج لوحدة المساحة. وعليه برضو الدولة مشكورة في بعد الأزمة الأخيرة، زودت 65 جنيه تاني بغير المية، وعملت تسهيلات. بجانب احنا كوزارة الزراعة تكرم معالي الوزير انه كل الدعم من الناس اللي هتقدم كامل الحصة هتتحط على قوائم الحقول الإرشادية. احنا عندنا على الأقل في القمح من 7 ل 8 آلاف حقل إرشادي موزعين على قرى مصر وجميع يعني الاماكن الزراعيه. عندنا برضو يبقى فيه ندوات ويبقى فيه شهادات تقدير، بجانب موضوع الاسمده، ان اللي هو ما كانش من حقه ياخد اسمده مدعمه في الماضي، اللي هيورد هيبقى ليه نصيب انه ياخد اسمده مدعمه، خاصه الشركات الاستثماريه الكبيره اللي كان برضو ما بتاخدش اسمده مدعمه، هتاخد اسمده مدعمه لو وردت الحصه بالكامل. يعني في مميزات، وبرضه في بنقول ايه الحوافز مقابلها برضه، يعني اللي مش هيورد او ورد كميات قليله برضه يعني قرار معالي وزير التموين بحرمانه من الاسمده. لكن ان شاء الله احنا يعني من خلالكم بنناشد الشعب المصري العظيم انه يقوم بالتوريد للدوله المصريه، لان دي وطننا وده بلدنا، ونحافظ على السلعه الغذائيه الاولى والاستراتيجيه وهي القمح المصري. طيب كمان يا باشمهندس عايز اسال حضرتك عن الكميات المتوقعه جمعها الموسم ده. هو احنا كمساحه و12 ارداب يعني نعدي 6.5 مليون طن، لكن هو المستهدف حوالي 5 تقريبا اللي مستهدف استلامهم من المزارعين. عظيم. بنشكر حضرتك الدكتور محمد يوسف رئيس الاداره المركزيه للمديريات بوزاره الصحه على وجودك معنا يا فندم.